الزينيت، وهي الهيكل الرائد لتظاهرة قسنطين عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015. ويضم هذا المبنى المتربع على مساحة إجمالية بستين ألف متر مربع ساحة بثلاثة عشر ألفا وثمانمائة متر مربع، ومساحة مبنية إجمالية بثلاث وأربعين ألف متر مربع، حيث أن هيكله ثلاثي الأبعاد مع إمكانية تمديد قد تصل إلى 24 مترا في العلو، تصل تغطيته الحديدية إلى 14500 متر مربع. وتتوفر القاعة على 3000 مقعد بعضها قابل للطي، بالإضافة إلى 1000 مقعد متنقل مع فضاء مخصص للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تتربع الخشبة على 600 متر مربع. ووصلت تكلفة إنجاز هذا المبنى الضخم إلى 10 ملايير سنتيم. Thank you.